حابب اكلمكم في موضوع النهارده جديد ومعروف. مرات كتير بنسال نفسي تكون لي علاقه صحيحه مع ربنا. ازاي تبقى لي علاقه صحيحه؟ واحد بيفكر العلاقه الصحيحه لما يروح اجتماعات كتير، واحد بيفكر تبقى لي علاقه صحيحه لما يروح ويخدم كتير، واحد بيفكر تبقى لي علاقه صحيحه لما يبقى لي دراسه في الكتاب المقدس الكتير. لكن عايز افهمكم في اربع امور للعلاقه الصحيحه مع الله من خلال مزمور 37. العلاقه الصحيحه مع الله هي نمره واحد، الاتكال على الرب. اتكل على الرب. يساعدنا الرب ان العلاقه الصحيحه مع ربنا تبدا لما يكون ليا اتكال حقيقي على الرب وحده، مش على اي حاجه. توكل على الرب بكل قلبك وعلى فهمك لا تعتمد. مرات كتير بنعتمد على دراستنا، بنعتمد على حبنا لارضاء الناس، بنعتمد على ازاي نرضي اللي حوالينا، ومش متكلين على الرب. ده الشيء الاول اللي هو الاتكال على الرب. حد جاي. الشيء الثاني اللي هو التلذذ بالرب. بيقول كده: تلذذ بالرب الهك فيعطيك سؤل قلبك. لما بتلذذ بالرب بيديني سؤل قلبي. سؤل القلب اللي هو اني اتلذذ بالرب اكتر ويكون لي علاقه صحيحه بالرب. من خلال ايه هو التلذذ بالرب؟ الشبع بيه، واني اتمتع بشخص الرب يسوع وحده لا غيره. التلذذ بالرب فيعطينا سؤل القلب. سؤل القلب مرات كتير كنت بفكر اني نفسي يكون عندي عماره، يكون عندي شقه. لا لا، مش هو ده سؤل القلب. سؤل القلب لما اشبع بالرب اسال اني اخد الرب اكتر واشبع بيه. الشيء الثالث بسرعه، ان العلاقه الصحيحه بالله، الشيء الاول اتكال على الرب، الشيء الثاني تلذذ بالرب، الشيء الثالث اللي هو التسليم للرب. بيقول الكتاب المقدس في سفر مزمور 37: تلذذ بالرب، لكن بعديها بيقول ايه؟ سلم للرب طريقك واتكل عليه وهو يجري. تسليم للرب. وعايز اقول لك التسليم في مفهوم بسيط اللي هو اني تسلمها له. زي ما واحد سايق عربية تقول له: رب انت سوق حياتي، سيبني. والتسليم للرب هو ان تترك الله يعمل وترضى بما يعمل ولا تقاوم ما عمله. تترك الله يعمل وترضى بما يعمل ولا تقاوم ما عمله. اختم معاك معايا صديقي عزيزي بهذه الكلمات، ان العلاقة الصحيحة مع الرب تتطلب الامر الرابع، هو انتظار الرب. انتظر الرب واصبر له. انتظارا انتظرت الرب فمال الي وسمع صراخي. اخر ايه في مزمور 27 بيقول كده: انتظر الرب ليتشدد وتشجع قلبك. انتظر الرب، بشجعك تكون لك علاقه صحيحه مع الله والرب معك. امين.